وين درجات الحرارة اليوم؟ والله عالية. عالية درجات الحرارة. سوون انتم المواطنين؟ سد درجات الحرارة عالية. والله بالبيوت قاعدين بالفي والمبردات واللي عنده سبال مشغل سبال وبالسوق هاي العصاير مع عصاير ومي البارد نخفف شوية. دائما تشرب مي؟ دائما هي المي البارد. باستمرار. باستمرار هي لأن تتعوض الملوحة راح تنزل منك. إي فدائما نستعمل يعني العصاير المي البارد. شوف. نساعد شوية بال. الكهرباء. الكهرباء زينة هسه حاليا يعني نوعا ما. اكو تحسن. المواطنين اللي يحمون يعني من سر حار الجو الطلب يكون على الشربات اكثر؟ اي على الشربات على الماي طبعا يصير لان الجو حار والله. وكهرباء ماكو يا وطني ومالي دام الامبير ماله غالي ساعتها. انتم بالحر سوقكم يكثر؟ ايه طبعا. شنو الطلب عليه؟ على الشربات على الماي. ايه شربت شنو طلب على الزبيب ولا على والله زبيب بطيخ كوكتيل على اي شيء بارد؟ ايه بارد اهم شيء بارد. الحر شو يسوي الانسان اصلا؟ درجات الحراره اليوم 45 46 درجه مئويه، يعني شو تسوي انت كونك مواطن؟ ابتعد عن اشعه الشمس المباشره واكثر من شرب السوائل. كثرة شرب السوائل تعويض عن فقدان ما السوائل يفقدها الجسم وتحاشى اشعه الشمس المباشره. خاصة الظهر يعني؟ الظهر لازم تبتعد عن الشمس، يصير بي ضرب الشمس الإنسان من درجة الحرارة العالية. صايرة بيك ضربة شمس قبل يعني؟ إيه قبل كن صارت بينا، خاصة أيام العسكرية كن صارت بينا. أكثر من مرة، إيه تعرف بالعسكرية ما دائما أنت عندك سقف تحته يعني إذا بواجب وإذا بكذا، فمرات تتعرض إلى أشعة شمس مباشرة، صايرة بي أكثر من مرة. اليوم درجة الحرارة إيش قد باعتقادك؟ 48 أو 50. ايه شلون تعرف؟ والله بهالجو هذا الحار والناس والشيء يعني هسه احنا واقفين درجه الحراره فردنا من الحاره وقد ما نقدر نشرب مي من الحر. وما شو تسوي؟ مي عن دائما نشرب مي اربعه خمسه. ليش تشرب مي هواي كثير؟ من الحر. من الحر يا اخويا ايش تسوي؟ عن سوائل؟ والله هم فقدان سوائل وهم عندي كذا خواصري كله اذا ما اشرب مي همين اتاذى. الحر ياثر عليك؟ الحر والله ياثر علي بشكل ما بس يعني ياثر علي فرد نوم ياذيني. ما يعني ما تمشي بمكان مشمس؟ والله بعض الاحيان لا والله ما امشي لان يعني اخاف ضرب الشمس تضربني وهذه وهسه احنا واقفين النار روسنا تفور انه بدي امشي بالحر لا والله ما اقدر واذا امشي بالحر زي والله امشي ايش جو ظل جو الظل مع الشمس.